هدور في الصحراء. يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم افتح يا سمسم افتح يا سمسم سمسم ابويا. أسرع أيها العبد الكسول ولا تتلكأ وإلا قتلتك. ده بنمثله فن هنا؟ أكيد فجر الإسلام. فجر الإسلام؟ بتصوروا فجر الإسلام؟ النبي عن النجم. عايز أسألك سؤال كده وأنا أروح منين هنا؟ إيه؟ يا عم وأنا بقول لك أنا عايز أتصور معاك بقول لك أنا أروح منين إزاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي إلا بإذني أنا المالك. اللي مالك مالك ايه يا عم انت واخده مفروش؟ كيف تجرؤ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث انت؟ من اي قبيلة انت؟ اللي من اي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج انت اندمجت في الدرع وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي انتوا بتصوروا بيها هنا؟ زي مندمج قوي ومحروق. انا بسأله كلمتين، انا بقول اذا كان ينفع هو ورد عليا ينفع مش هينفع. خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ اتقول على عبدي انه حر؟ خسرت. ايه ده انت قتلته بجد ولا ايه؟ انا رسول ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا. الان سوف أذهب إلى السوق كي أشتري عبدا جديدا. هي فين ال فين ال فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرا؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! لا بقولك إيه؟ اصحى بقى يا عم الحاج! وهيحصل معاك الصحيح كده يا عم الحاج! خلي بالك لحسن ده أنا بقى. بص أوعى 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 في الأرض يا اقعد يا جبالك كده وروح مزوعك وروح مع بعضك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولو؟ ارجوك ارجوك لا تقتلني ايها السيد ارجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحه. انا يلا خلاص لقد عفيت عينك. عفوت عني لقد عفنت عينك عينك. اشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ قول يا الله يخرب بيتك. الموضوع ده بجد ولا ايه؟ وبعدين اللبس ده بانه هيعمل لي مشكله في لبن. ولا بدا انت ايه ده؟ بدا بدا يا قوم يا قوم هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامة عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ ها؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. انا لا افهم شيئا مما تقول. انت اعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية انا. انا بقول لك عايز 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 اروح عايز اتكلم بالعربي يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفت بالكلام ان هذه القافله دي ذهب الى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب ام حسن ولا ايه؟ انا لا افهم شيئا سواء تحدثت بالعربيه او بالاعجميه. وعلى كل حال هذه هي قافلتي. سوف تتجه الى مصر وهي اخر قافله هذا الصيف. وسوف تصل خلال شهرين او ثلاثه اشهر. يا ويحي يا ويحي ثلاثه اشهر ليه؟ والجمل ده كان سيسي سيسي؟ لا افهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما اجمل الجمال. يقولون ان الجمل سفينه الصحراء. هل هذه حقيقه ام فتنه؟ يا رجل انت تثرثر كثيرا.
يا عم انا اللي مصرصر ده، انت اللي ضارب الشريط كله. انا اريد ان اذهب النهارده اليوم الى جدي هريسه قبل ما يتهرس ويموت، عايز اعرف مكان ال ولا بلاش. اضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لانه من المستحيل ان تصل الى مصر قبل شهرين، هذا على اقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك الى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديده. نعم نعم. ايه دي؟ نعم دي بتاعت انا. مع السلامه عليكم. انتظر يا رجل، انتظر ارجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي اتحرك بهذه القافله. يا عم بسيطه، يا عم واحد مصر، يا عم اعمل حاجه معايا واحد مصر. الجمل فاضي جوه، يا عم خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجه. ابو غلات ست ام. هندو، إن حالنا يزداد سوءا يوما تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئا عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عمي، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزاد اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش؟ انا نفسي الاقي نقطه ميه، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمه؟ ملمومين على ايش؟ انها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر ايه يعني؟ بواريك وقصص وكده ولا ايه؟ يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحتلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل،
من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه ده عمال يا هفلط بقى كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبدل افضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها السادة، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى. اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. أيوة يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سافة من حبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص ده شفت بقى سيدي الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليه الوهم، فبروح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل رونيك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص على فرتكتك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه البسته عندما اكتب الشعر. ولا ايه؟ اذا يا قوم يا قوم، انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر، معذره الاسم مره اخرى، فان اللمبي. ولو نسيته انا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده دينار من الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافة. وما هي الصرافة؟ هو الشنش، الشنش شنش العملات، مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مأسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخم 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 بخم. مرحبا. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العليلي ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم ستوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوة على شوية عيالهم؟ ها؟
ولكنك دلعتني ها؟ أنا حمرمن بك الأرض دلوقتي وطب جيم يا عم الحاج. ها؟ المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ إيه ده؟ ده أحمد مرعي ده؟ ولا أحمد مرعي؟ لا أظنك تستطيع أن تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا لا؟ هتشوفني دلوقتي المخرج هتشوفني؟ خذ هذا. ها ماشي. قضيت على نفسك ايها المسكين. ابو ادود الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني صعقت لك. يا ولد ايه؟ وعامل خدعه؟ شوف بص بقى شفت بس العقد الميزة بيبقى انتاج مكلف شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامة. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك إيه فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. إيه؟ فين؟ أنتوا ميتين ولا إيه؟ تقدمي يا فتاة جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأحلام وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار 100 دينار 150 دينار 150 دينار 160 دينار 160 دينار 200 دينار 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس الجميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم، أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الجبل مع ال اقترب اقترب صناعة الشام اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد راجل بالجلابيه؟ كلا ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا في ملكي اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان ده اسمه مانيكان عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه يخرب بيتك. بس هكمل معاك. ده مانيكان ده واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل. هذا جميل وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه بدور فاخره. على الكاميرا برافو. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك.
وزنها بسبعة. وبكم هذا الستارة؟ سأبيعك إياها بعشرة دنانير فقط. نعم، عشرة درنين ليه؟ ده موجود في حتة باتنين ونص. انزل على السوق الموسكي او شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيره. ريحك من هذا طلعت حرب؟ يا دي يخرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشتغل معاك برضه. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي حلو قوي، ماشي انني اوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له، حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية؟ ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله عليك. أيوة. من اين تلك الملابس؟ ما دي الشنسات اللي انا بقولك عليها، ده من عندي مول طلعت حرب. انه جيد جدا. بقولك وتلك القلادة من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده. سعيد قطعوده ده بقى خد من عنده بقى ايه احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعه له؟ من قطع له؟ أريد أن ألبس. انتظر. أنت اديني بهذا. بالراحة يا عم عليك. ما هو عبدي عبدي. ما تندمكش أبو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وأنت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. إنه أسود وأنا أبيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد بكل تاكيد. تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيده هي معايا، بس اقيس الاول. مش يمكن تطلع ميكس مارش ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف. ما اقترب يا سيد اقترب. صناعه الشام. ايوه هنعمل بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني. بس وشك حلو قوي يا ابو المصحف، انت داير والله ربنا هيكرمك. والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك او المصحف. خلي بالك انت بس اهتم بوشك. وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. او المصحف ده ما تخافش كروز كده. انا بقيت منهم. نفسي القط الكاميرا. فين المخرج بقى؟ المخرج فين المخرج بقى؟ عايز اقول بقى فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمه الرحمه الرحمه. السيف المطار، السيف المشنون، والسيف المسموم. ده الساحر يا رجال. يا رجال السلام عليكم. انت صباحا يا فتى. معلش انا عارف ان انت بتصور، بس هقطع الوهله اللي هي بتجيلك دي. عايز اسالك فين مهروس؟ مهروس اين مهروس؟ تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه. اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه. تقصد سوق الجواري؟ ايوه. اين نقع بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم. ده بص مفيش اكتر من الدرينين. احسن تقول ان احنا ده انا اللمبه ابو الجدعان يا عمنا. بس انت وطرتنا على المخرج، هتبقى جدعان قوي. مخرج؟ ايوه. خد امسك اهو. واثنين ده اثنين نصين درهم. ايوه درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري. ايوه. خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف، ولن أدعك تمر من أمامي قبل أن تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك، ده أنت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين أين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى. اللهم نهاري بقى. بماذا بكم ما هذا؟ إنه سيف مسموم. أيوه. وما هذا؟ إنه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويلة حربة. أيوة. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟
كذلك كذلك بتاعت التشفية كده أو حتى قرن كده. أنا بعز القرن قوي. لكنتك غريبة يا فتى. بكم هذا السنجة؟ إنه سيف. أيوة بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى. كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها السفوريا؟ وحاجات الغاز كده بيدوها كده. لازم انت تهود عشان قدر تجر رجل الزبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللاتي والعزى يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. امزاش يا عم الحاج. ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. أنا اللمبي صيحن. أنا اللمبي صيحن. ده كده اتنين خمسة كده يبقى سبعة تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها اللمبي؟ يا ابن الجنيه ده انت بص هيساعدك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجة. السيوف، السيف والبطار. السيف والبطار. فين الكاميرات يلا؟ الكاميرات فين؟ امسك الحته دي ولا انا اخد انا الزاويه؟ اهلا احنا نهارنا فل باين. بقولك قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه الكليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. يا بنت ايه ده انت؟ بص ده انت عايشه شخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عاملين يضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم. ده عباس العقاد ده. عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال. هيا بنا ساروي لك حكايه في الداخل. في الداخل. تعال بنت ليه حافظه الدور؟